يبدي الفيلم مع المعالجة النفسية الدكتورة روز واللي تشتغل مستشفى للحالات النفسية الطارئة، وبعدين تيجي للمستشفى حالة نفسية صعبة طارئة، بنت اسمها لورا، والدكتورة روز هي اللي راح تعالجها. وقبل ما تبدي بالعلاج قرأت التقرير الطبي مالت، وبعدين عرفت انه لورا هي باحثة دكتوراه بالجامعة، وتبين انه هي طبيعية وما عندها اي سجل بمرض نفسي وما عندها اي جرائم ارتكبتها قبل ما تجي للمستشفى. وبعدين تروح حتى تقابل لورا اللي تكون بحالة مخيفة كلش وتكون مرعوبة كلش، لان استاذ الجامعة مالتها كتل نفسه بالمطرقة قدامها وقلت لها انه كان يشوف عليها وهو مبتسم وبعدين ضرب نفسه بالمطرقة الحديدية. وقلت لها لورا للدكتورة انه بعد هذا الشيء قامت تشوف كيان مبتسم ويخوف كلش، وهذه الابتسامة تكون ابتسامة كلش مرعبة، وتشوف هذا الكيان بوجوه كل اللي داير مدايرها وهي بس اللي تشوفه. وبعدين قالت روز انه هي مو مريضة وطلبت منها انه تصدقها لانه ولا واحد مصدقها، لكن كلام الدكتورة سوى لورا كلش عصبية لانه هي حست انه ما حد ما يصدقها بعد أبد. وفجأة لورا تشوف الكيان الشرير اللي تقول عليه وتخاف هواية كلش، وبعدين توقع على القاع وتبقى تبعد عن الكيان الشرير اللي هو قدامها. بعدين الدكتورة روز تروح تتصل بالممرضين حتى يلحقونها، لكن من اندارت شافت لورا انه كسرت شي على الميز وواقفة وهي مبتسمة وبإيدها قطعة من الزجاج المكسور، وبعدين ذبحت نفسها بهدوء وهي مبتسمة وماتت وهي مبتسمة. بعدين الشرطة بدأت تتحقق مع روز، وواحد من ضباط الشرطة يكون جول خطيبها السابق، وبعدين يبدون يحققون وياها باعتبار هي الشاهدة الوحيدة على الحادث خلال انتحار المريضة لورا. وبعدين قالت لهم الدكتورة روز انه هي ما مقتنعة انه لورا مجنونة، بس الشرطة اعتبرت انه لورا مجنونة، وبعدين قفلوا القضية على هذا الشيء. ولأن الدكتورة روز هي الوحيدة والأخيرة اللي شافت ابتسامة لورا، بعدين بدت تشوف أشياء مخيفة كلش، وبقت تشوف خيال لورا اللي بقى يطاردها بكل مكان حتى ببيتها. وبعدين يوصل خطيبها الجديد تريفر، وبعدين يذكرها بعزومة العشاء لأختها هولي وزوجها، وبعدين يشوف روز بالمطعم تكون متوترة وكل خايف، وهولي ذكرتها بعيد ميلاد ابنها جايسون اللي راح يكون بعد كم يوم، لكن روز اعتذرت لانه هي عندها شغل هواية بالمستشفى. وهولي قالت لها انه هي رادت تبيع البيت العائلة القديم اللي موجود بالغابة لانه هي محتاجة فلوس، لكن روز رفضت وصيحت على اختها وعافت المطعم والمكان وراح. وثاني يوم راحت للمستشفى حتى تطلع سجلات لورا وتدرسها، لكن تفاجأت بوجود خطيبها السابق جويل وقال لها انه هو كان قريب من المستشفى وجاي حتى يطمن عليها، لكن هي ما رحبت به هواية وعافته وراحت. وبعدين راحت لمكتبها وفتحت سجل اعترافات لورا، ولفت انتباهها انه دكتور لورا الاستاذ الجامعي قتل نفسه وهو مبتسم مثل ما سوت لورا، وما حد ما شافه غير لورا. وروز بهاي الاثناء خافت لانه هي الوحيدة اللي شافت لورا وهي تنتحر وهي مبتسمة. وبعدين اجالها تليفون من اختها هولي واعتذرت لها على اللي حصل بالمطعم وطلبت منها انه تجي لحفلة عيد الميلاد، وروز وافقت، لكن وهي تحكي وياها شافت من الشباك شبح لورا وهي واقفة قدامها، واختها قالت لها انه ابنها جايسون يريد انه خالته تجيب له هدية قطار، وأكدت عليها أنه لازم تجيب لعبة القطار من تيجي لعيد ميلاده. ومن طلعت حتى تشوف المرضى مالتها شافت واحد من المرضى قاعد ومبتسم اسمه كارل، ولما تقربت منه حتى تشوف شنو بيه قام يصيح عليها وقال لها أنه هو راح يموت وهي راح تموت والكل راح يموتون، وبقى يصيح وخافت لا ينتحر هو همينا مثل لورا، وطلبت للممرضين بسرعة حتى يكتفوه، وطلبها
المدير فورا وسألها على حالة كارل من كانت تعالجه، وقالت له انه كارل ما كان عدواني قبل هذه المدة ابد، وعمره ما ظهرت عليه اي سلوك غريب. والمدير شك بقدرة روز على التشخيص وقال لها هذه ثاني حالة من المرضى مالتك يظهر عليهم اسلوب وسلوك غريب، وانتي ما ماخذ ببالك هذا الشيء، وطلب منها تاخذ اجازة اسبوع حتى ترتاح وتهدى اعصابها، وبعدين تطلع الدكتورة روز من المستشفى وهي خايفة كلش وما تريد تشوف بوجه اي احد. وفعلا اخذت اجازة اسبوع وراحت اشترت لعبة قطار الابن اختها جايسون حتى تنطيه اللعبة بيوم عيد ميلاده، ولفت اللعبة بلفة هدايا اللي كان عندها رغبة انه تغير الجو وتخرج من حالتها. وبعدين بقت تدور على القطة مالتها وما شافت باي مكان، وطلعت حتى تدور عليه برا البيت وهي بيدها الاكل مالته وما لقت له اي اثر. وتنام روز ودائما تجي لها رؤية لامها لحظة وفاتها، وبعدين تقوم مفزوعة وتشغل تسجيل اخر مقابلة اللي قابلتها مع لورا، ولورا كانت تقول ان الكيان المبتسم كان ياخذ اشكال ناس هواية داير مدايرها سواء كانوا عايشين او ميتين، ومنهم جدها، لكن ابتسامته كانت مخيفة ومن تشوفها تحس انه شيء كلش مرعب راح يصير. لكن تشوف انه اكو صوت ثالث كان وياهم بالغرفة، والصوت كان واضح بالتسجيل، وتعلي الصوت وتركز، لكن فجأة اكو الشبح يدفعها ويوقعها من على الكرسي، واخذت السكين حتى تدافع عن نفسها، لكن اتضح انه خطيبها تريفر. وبعدين وفورا تروح للمعالجة النفسية مالتها اللي كان اسمها مادلين، وحكت لها على المريضة مالتها اللي كان اسمها لورا وحالتها، وقالت لها انه بعد ان انتحرت قدامها ما بقت حالتها زينة، الا بعد 10 دقائق بقت حالتها السوء وتشوف خيالات واشياء خطيرة ومخيفة كلش. لكن المعالجة مادلين قالت لها انه هذا اضطراب ما بعد الصدمة، لكن هذا الاضطراب زايد عندها لانه الدكتورة روز امها ماتت قدامها اثناء ما كانت طفلة. وتعتقد مادلين ان روز في حد هذه اللحظة اكو جواها مرض نفسي، الم نفسي بسبب موت امها، ما عالجت نفسها من وقتها، ونصحتها انه هي ما تاخذ اي ادوية وتشغل نفسها بامور ثانية. وبعدين طلبت تقابلها بعد اسبوع، وفعلا روز تروح البيت اختها وياها لعبة القطار اللي راح تهدي لابن اختها جايسون كهدية، ويكون بيت اختها مليان من العائلات الاصدقاء والمعارف. واثناء الحفلة اجت اللحظة مال توزيع الهدايا، وجاكسون ابن اختها بعد ما فتح هدية خالته روز، والكل كان منتظر يشوف الهدية مالته وهو يفتحها، لكن الولد يتصدم لأن هو لقى القطة مال خالته روز وهي ميتة. وبعدين تصير ضجة كبيرة وكل الضيوف يخافون هواية بهذه اللحظة ويبتعدون عن روز، وبقت روز تقول لهم انه مو هي اللي حطت القطة بهذه اللعبة ولازم يصدقوها. لكن شافت واحدة من الضيوف وهي تبتسم نفس ابتسامة اللورة، ابتسامة الكيان الشيطاني، وبقت روز تقول لها انتي شنو رايدة مني، والكيان الشرير يتقرب منها. وبعدين روز وقعت على ميز الكيك وبقت تصيح بشكل هستيري، وبعدين تظهر بالمستشفى والمدير يروح حتى يطمن عليها، لكن تكون مركزة على خطيبها واختها وهم يتعاركون بسببها، وخطيبها اخذها حتى يوديها للبيت لكن يكون خايف منها. وروز شرحت لأنه هي مو مجنونة، لكن هي حسة مرتبطة بكيان شرير يغامر بعد حادثة انتحار مريضة عدها، لكن بالنهاية هو اتهمها بالجنون وقال لها أنه هذا المرض النفسي ممكن هي تكون وارثته من أمها. وبعدين بقت تدور في الإنترنت على الأستاذ الجامعي اللي ضرب نفسه بالمطرقة واللي كان اسمه الياس واللي قتل نفسه بالمطرقة قدام لورا، وأخذت عنوانه. وثاني يوم راحت الزوج
تزور زوجته حتى تشوف أي إجابة أو خير، لأنه هي كانت خايفة أنه تكون نهايتها الانتحار مثل لورا وأستاذها. وعرفتها بنفسها أنه هي مراسلة صحفية وتريد تشوف أي أشياء توصلها إلى أسباب اللي انتحر منها زوجها إلياس. وزوجته قالت لها أنه هم كانوا متزوجين من 25 سنة وعمرها ما شافت منه أي سلوك غريب، لكن هو تغير بالفترة الأخيرة بعد ما حضر مؤتمر علمي وشاف وحدة انتحرت وهي مبتسمة، وبعد ما رجع بقى يرسم رسومات غريبة ودخلتها الغرفته اللي تكون مليانة بالرسومات اللي كانت بوجوه مرعبة لكن بيها ابتسامة شريرة. وزوجته اعتقدت انه هو صار مجنون بسبب حضوره للمؤتمرات العلمية، لكن روز فهمت انه اي واحد يشوف الكائن المبتسم وخصوصا لحظة الانتحار الروح الشريرة تنتقل له، وهي همين راح تكون جزء من هذه السلسلة المخيفة ونهايتها راح تكون الانتحار مثلهم. وطلبت منها انه تنطيها اسم السيدة اللي انتحرت قدامها حتى تشوف بداية السلسلة. وزوجتها شكت بيها وقالت لها انه هي ما تعرف اي شيء اكثر من هذا اللي قالت لها، لكن روز قالت لها انه الياس ما كان مجنون ولا اي شيء، وكل اللي كان يشوفه كان شيء حقيقي لان هي همين تشوف اللي كان الياس يشوفه. لكن السيدة خافت منها واتهمتها بالجنون وطردتها من البيت مباشرة، وطلعت روز وهي يائسة ومحتاجة احد يصدقها. فجأة يجيب بالها خطيبها السابق جويل ضابط الشرطة لان هو الوحيد اللي كان يريد يحكي وياها، وطلبت المساعدة منه حتى تعرف السيدة اللي انتحرت قدام الاستاذ الياس قبل ما يقتل نفسه عن طريق سجلات الشرطة. واتضح انه هاي السيدة همينة قبل ما تموت باربعة ايام شافت شخص بالبنزينخانة وهو يقتل نفسه وهو مبتسم وينتحر، انتحر قدامه وهو مبتسم. وبعدين عرفت انه اكو 20 شخص صارت بيهم هذه الحالة وقاموا يتخيلون هذا الكيان الشرير المبتسم، وشافت انه اكو 20 قبلها 19 منهم انتحروا لكن اكو واحد ما انتحر، والفرق بين كل حادثة انتحار والثانية ما يتجاوز بين 4 ايام والاسبوع، لكن اكو شخص واحد بس نجا من الموت واللي كان اسمه روبرت. وطلبت من جويل انه يبحث عنه ويعرف مكانه وين، وطبعت كل السلسلة مال القضايا اللي صارت بهاي الاحداث، وراحت البيت اختها ورادت تقنعها بالموضوع لكن اختها ما اقتنعت وقالت لها انه هذا الشيء نفسه اللي صار ويا والدتهم قبل ما تنتحر وتقتل نفسها. وبعدين طلبت منها انه ما تزورها مرة ثانية ابدا لان هي اثرت على ابنها اللي جت له صدمة نفسية مخيفة بسبب الهدية المخيفة اللي انطتها له. وراحت روز وهي حاسة بنفسها انه هي ما مرغوب بيها من الجميع، وركبت السيارة مالتها وهي تحاول انه تهدي نفسها، واختها اتقربت منها ودقت على زجاج السيارة وشافت عليها منظر مرعب كلش وتفزعت روز مباشرة. لكن اتضح انه هذا الشيء مو حقيقي، هو مجرد هلاوس بسبب الكيان الشرير اللي ارتبط بيها وبحياتها وبعقلها. وقررت انه تقضي وقتها كله بالسيارة حتى ما تشوف حل الحياة. واتصل بيها جويل وقال لها انه روبرت هذا موجود بسجن مشدد بالحراسة لانه قتل جارته بشكل كلش دموي، كان اكو شاهد شايفه وشهد ضده. وبعدين راحت هي وجويل تزور روبرت بالسجن لان هو الشخص الوحيد اللي قدر يعيش بعد مواجهة الشيطان المبتسم. ودخلوا السجن المشدد بعد ما كان اكو علاقات بين الضابط جويل ومركز الشرطة المشدد. وروز عرفت نفسها لروبرت بانه هي دكتورة نفسية وعدها مريضة انه تشوف كيان مبتسم بعد مشاهدتها لحادثة انتحار. وطلبت منه انه هي تعرف انه هو شلون نجا من الموت حتى تنقذ المريضة مالتها. وروبرت طلب من الضابط انه يخرج وراح يقول لها على السر. وبعدين طلبت روز من الضابط انه يخرج
بدا روبرت يحكي لها الحقيقة وقال لها انه هو بحث على التسلسل اللي قبله وعرف انه اكو شخص من البرازيل نجا من الموت همينه وراح له وعرف منه حتى يطلع من اللعنة لازم يختار شخص يقتله ويكون الكتل هذا دموي. وقال لها خلي المريضة مالتج تسوي هذا الشيء وتكون حريصة انه تقتل قدام شخص ثاني حتى اللعنة تنتقل إله. وروز بتلقائية قالت له انه هي ما راح تقدر تقتل. وبعدين روبرت بقى يصيح بعد ما عرف انه هي المصابة بهذا الشيء بعد ان عرف انه هي المصابة باللعنة وبقى يصيح ويصيح وقال لها انه ما يريد بعد هذا الكيان يرتبط به مرة ثانية. لكن بتزورها المعالجة النفسية مادلين حتى تطمن عليها لكن وهم ما يتكلمون ويحجون سوية التليفون يرن وروز شافت انه اللي يحكي وياها هي نفسها المعالجة مادلين وبعدين وضح انه اللي قاعد قدامها هو الكيان الشرير المبتسم واظهر لها نفسه بشكل مادلين ودخلت للمستشفى وراحت لغرفة كارل المريض مالتها لكن اول ما شافها صرخ بصوت عالي وكان مرعوب منها خايف هواي واجا مدير المستشفى وقال لها ممنوع انه هي تتعامل مع المرضى لان عرف انه هي مريضة لكن هي تنتهز الفرصة وتضرب كارل بالسكين بشكل دموي قدام المدير واللعنة انتقلت للمدير وسحب اللحم بالوجه ماله لكن اتضح انه هذا الشيء كله هلاوس بعقل روز وانه هي لحد هذه اللحظة بالسيارة وانهارت روز من البكي وبقت تبكي بعد ما انهارت من هذه اللحظة ويجي لها اتصال من جويل وقالت له انه هي لازم تكون وحدها حتى اللعنة ما تنتقل لحد ثاني وانه هي راح تروح البيت عائلتها القديم وتوصل روز البيت طفولتها بيت عائلتها القديم قديم وهو عبارة عن كوخ قديم بالغابة وهذا هو المكان اللي ماتت به أمها وتجمع قوتها وتقترب من غرفة أمها وتتذكر ذكرياتها وهي طفلة لما دخلت على أمها بعد الانتحار وبعدين نشوف أمها هي بعدها عايشة وطلبت من روز المساعدة أو الاتصال بالإسعاف لأن هي ندمان على الانتحار لكن روز قفلت عليها الباب لحد ما ماتت وهربت وهي خايفة كلش روز بقت ندمان وما قادرت تغفر نفسها على اللي سوته ويا أمها ما قدرت تتعامل ويا هذه الصدمة لكن هي سمعت صوت بغرفة أمها ودخلت وشافت أمها قاعدة على السرير وقالت لها ليش خليتيني أموت وبعدين اتضح أنه هذا هو الكيان الشرير المبتسم وروز رمت عليه المصباح وحرقته وبقى يحترق والبيت كله يحترق وطلعت هي من البيت وبقت تتفرج عليه وهو يحترق إلى أن تحول إلى رماد وبعد ما كتلة الشيطان اتجهت للضابط جويل واعتذرت منه وقالت له أنه هي ندمانة لأنه كانت خلي حول واجز بينه وبينه وشكرته على كل شيء اللي سواه وياها وبعدين روز تكون لأول مرة صادقة ويا نفسها واعترفت بالشيء اللي تحملته من وفاة أمها لكن جويل قال لها انه ما راح يعوفها أبدا وراح يبقى وياها للأبد وروز تستغرب من كلامه وبدت تشوفه يبتسم واللعنة أصابته وبعدين تخاف روز وجويل بدأ يهاجمها لكن هي تطلع البرة وتهرب وبعدين شوف جويل وصل للمكان لكن هي تخاف عليه حتى ما يكون الهدف الثاني للشيطان وبعدين ركضت ودخلت للكوخ مرة ثانية وقفلت عليها الباب وشافت نفسها وجه لوجه مع الشيطان اللي صار حجمه أكبر والشيطان يقطع قناع أمها اللي هو لابسه ويظهر تحته وجه مرعب وكلش مخيف ويفتح حلق روز ويدخل جواه داخلها لكن بعد شوية جويل يكسر الباب ويدخل وشاف روز وهي ظهرها عليه وشايلة دبة بنزين وبيدها وتلف عليه ببطء وهي تبتسم ابتسامة مرعبة وبعدين يشوفها هي حرقت نفسها من خلال عيون جويل ويكون جويل ما يقدر يبعد وجهها عنها بالرغم من الرعب مالته وهذا معناه انه اللعنة انتقلت عليه فورا وهذه كانت نهاية هذا الفيلم الجميل. لا تنسون حبايبي تخلون لايك على الفيديو وتشتركون بالقناة واشكركم على المشاهدة. إلى اللقاء يا أبطال الرعب الأعزاء.